أهلا بكم من جديد. في الأردن ومن على منصة المؤتمر الوطني الخاص بالاقتصاد، واصلت الدبلوماسية الإماراتية الترويج لمؤتمر المناخ كوب 28، فقد تناولت كلمة سفير الإمارات معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أهمية هذا المؤتمر للمنطقة والعالم برمته، كما تطرقت للعلاقات الاقتصادية المميزة بين الإمارات والأردن. من عمان تقرير سلوى السوالقة، نتابع. في مؤتمر الاستثمار وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي الأردني، كان للدبلوماسية الإماراتية حضور لافت ومهم في الترويج لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28. سفارة الدولة في عمان تقود حملة إعلامية كبيرة وتكثف جهودها على كافة الصعد لتسليط الضوء على هذا الحدث العالمي. إن دولة الإمارات وخلال رئاستها الدورة 28 لمؤتمر الأطراف ستبذل جميع الجهود المتاحة لتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي والانتقال من وضع الأهداف إلى تحقيقها والتواصل إلى خطة عمل شاملة لصالح البشر وكوكب الأرض. يعني إحنا بداية علاقتنا قوية جدا مع الإمارات العربية المتحدة، علاقة القيادتين جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد علاقات مميزة، علاقتنا كبرلمانين أيضا علاقات مميزة والحكومات علاقتها مميزة. ندعم أكيد المؤتمر القادم في الإمارات قريبا جدا كوب 28 إن شاء الله. الحضور هنا من كبار الخبراء الاقتصاديين أجمعوا على أهمية الشراكة والعلاقات المتينة بين الإمارات والأردن، حيث يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار سنويا، فضلا عن وجود مشاريع واستثمارات ضخمة تزيد قيمتها عن 17 مليار دولار تشمل العديد من القطاعات كالطاقة والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والسياحية والتعليم والنقل والمياه والصناعة والزراعة. الإمارات مدرسة لجذب الاستثمارات حقيقة، ليس يعني كلاما لكن هذا واقع. الأردنيين لا يزالوا كما ذكرت موجودين في الإمارات مرتاحين، عندنا استثمارات بالأردن من الإمارات بحدود 17 مليار دولار، وهذا رقم بالنسبة للإمارات والأردن أو هو رقم قياسي. لا يزال فرصة متاحة إن شاء الله بين الأردن والإمارات لاستثمارات جديدة. ويدعم الأردن بكافة مؤسساته جهود دولة الإمارات التي وضعت العمل المناخي في صميم استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام بالتزامن مع مسؤوليتها تجاه البيئة والأجيال القادمة بما يضمن حياة أفضل للبشر. تواصل دولة الإمارات استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي كوب 28. هذه القمة التي تعد مشروعا وطنيا يلخص ويعزز رحلة دولة استمرت 5 عقود من التحديات والإنجازات. لأخبار الإمارات سلوى السوالقة، عمان.